السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ دايما هضرتنا كلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. كي راكم الشيرات؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير هنيين وبصحة جيدة. نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى إن شاء الله تكونوا خفيفة ظريفة على قلوبكم. هذه هي البداية تاع كل يوم تاع دايما أيام صيفية، نهار شابين. نقولوا دايما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فيديو تاع اليوم بزاف متنوع، شوفوا سلسلة فيديوهات أنا بالنسبة لي من أروع الفيديوهات اللي حطيتهم في قناتي. دعمكم يكون عن طريق الجيم، نتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا لو بارتاج سامبل. اللي كيما نقولوا حنايا تاع اسره جزائريه بسيطه وعائله جزائريه بسيطه. فطورنا هذا وين راني نوجد في الفطور، فخيت اومليت، سلطه، شويه دلي، قز اللي ما تغطيناش، ولي صوص، صوص الجيريان والمايونيز. هنايا ني عاد نقلي في الدنجان، نقصت عليه الماء باش ما يحرقليش. ني قليتها كملت هذه الكميه، نديرها بلا صوص ثاني للفطور. يلا حركتها هذه. المهم هذا فطورنا، شوفوا شعرها الساعه، قصش غادي نفطر، شوفوا شعر الساعه هذا وين غادي نفطر. هذه الساعه مازال ما علقهاليش، كنت كانت عندي من قبلها، يلا شوفوا ثقيله تاع بكري، ماشي هادو الجدد، ماشي هادو التواله، ولكن ثقيله تاع درك راهم يجوا خفيف العشاء. قلت لها علقها لي في الكوزينه، مازال ما علقهاليش. الفريزه اختي الفريزه. هنايا غادي نلقها، درك نوريكم غادي نديرها. تديرها لي، تشوفوا الطابله هنايا، قلت لها ديرها لي هنايا في الوسط، في الوسط وشويه الحيط هكا. عندي هنا الحيط كبير، هنا شويه الحيط، قلت لها هي تبدل وشويه حاجه اكسسوار داك الطابلو اللي درت قاسمتها معاكم. كنت درتها هنا في هذا الحيط، وقلت لها هنايا دير لي هذيك الساعه روحنا نكمل الدنجان اللي غادي ينحرق. ها هو شريت الدنجان، درت لها اون صوص طوماط بلا طماطم وصبار، الطوماط اسبري تاعها ريزونابل. الوغ اون بروفيت ناكلو حاجه، ناكلو حاجه ناتوريل بلا ما ندخلو عليها صوالح تاع هادو اندستريال، هادو اللي فيهم الحوافظ وفيهم هاد الصوالح. المهم شي دوك الغالوديات يفطروا. كيما قلت لكم انا عندي في لي فاكونس البروغرام كاع يتبدل تاع الفطور، باسكو ما ينوضوش بكري، الوغ ما يفطروش بكري. كاين غير ولدي الصغير اللي ينوض معايا الصباح مفطر، يفطر لافونس عليهم. سينو الكبار ما يفطروش بكري، نوجد الفطور دي فوا سا ديبون، دي فوا الوحده، دي فوا الوحده ونص، دي فوا حتى الزوج، عاده يطوموندو على الفطور. نحن الغالويداتي نفطرو، وراكم معايا في لاجورني تاع اليوم، فيديو تاع اليوم نتمنى ان شاء الله يعجبكم، باسكو غادي نبارطاجي معاكم بزاف صوالح فيه للمراه الفحله اللي تبغي توجد سوي حياتها، واللي يكون عندها بيان سيغ تكون عندها الحاجه هذيك باش توجدها. دوك تشوفوا معايا اش غادي نوجدو اليوم مع بعض. نديرو العولة كيما نقول أنايا، العولة تاع العام، السلاطة لي ما تخطينيش أكيد كاع الصيف المشتا. صايرك ولفتوني بلي أنا السلاطة ما تخطينيش كاع العام. هنا شيرات أنا نخدم في الكونفيتور تاع المشماش كيما راكم تشوفو هنايا، عندي كمية تاع مشماش شريتها بحالك مواتي بري، باسكو تكون ضيعت لا حطها بجهة طربي هذاك اللي بيع فاكيا، قول عطيني إلا عندك مشماش شويه خاصر ليه كنا قالعاه بجهه. الوغ خدمته نقيته، قالت لها العلبه غسلته مليح. شنديرو؟ نديرو كيلو سكر في زوج كيلو تاع مشمش، نخلطوهم مع بعض ونديروهم يطيبو، نخلوهم على النار قليله ونغطوهم. انا ندير لهم غير السكر والمشمش، هذا ماشي ما درت لا مالح حتى حاجه، غير جوج تاع المشمش. ونديرو مازهر مغرف هكا ولا تاع المازهر هذا مكان، ونقصوا عليه النار ونخلوه يطيب. يجي واحد الكونفيتور يجي روعه، يجي بزاف بزاف بنين. راكو عارفين بلي حاجه تاع الدار ما كاش كيفها. الا كان عندك الليم ثاني ديري عصره تاع نص حبه تاع الليم هكا، غادي ندير نغطيها ونخليها طيب تدي لك واحد الساعه، ساعه ونص دي بون. دوك بعد نشوف هادشي ديال الكونفيتور. وجد، شوفوا كيفاش يجي، يجي ما شاء الله، شوفوا كيفاش ولا يجي ما شاء الله، يقطع لكم كمية كبيرة. نوجد البقالات هنا باش نعمرهم، أنا كي ندير هنايا خليه يبرد ونعمرهم في البقال، من بعد البقال من تبلعيه تقلبيه كيما هاكا، صح هاكا راني قلبته، من بعد من تعمريه تعمريه تقلبيه على البوشون تاعك كيما هاكا. تنجمي دسيه في جدا كيما هاكا، تنجمي تخليه 24 ساعة تعاودي تقلبيه عادي وتتفيهم وتدسيهم في الفرنجيلة. أنا غادي نعمر وندسهم، راك عارفين بلي كونفيتور راه غالي، و او ميم طون ماشي حاجه ناتورال كيما اللي تخدميه وحدك، كيجي بزاف بنين صدقوني.
وصفة سهلة شفتوا ما فيها حتى حاجة، وبنينة واقتصادية، وفيها غير كيما نقولوا حنايا فيها غير المزايا، ما فيهاش كاع حاجة مش مليحة. هذا هو الكونفيتير، نتمنى ان شاء الله عجبتكم الوصفة والنتيجة روعة. انا شيلات كما راكم تشوفوا، راه جابي صندوق تاع لي فريز الله يبارك، قلعت الحبات، شوفوا الشابين كانوا من الفوق بيان سور، والحبات اللي يندارو كونفيتور خليتهم، والحبات اللي مشي ملاح قصتهم اكيد. الو غادي نخدم معكم ان شاء الله هاد ليامات الكونفيتور تاع لي فريز، وميم طون ناكلو هذيك السلطه دو فخوي. قال شو شويه عميراتنا مداب لا فريز راها كاينه، انا شاهدي ببري بري بزاف 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 ناقص وبزاف الشباب باش ندير العوله. انا شريت بعد ما نقيت لي فريز كيديتها في الكونجيلاتور، بغيت نخدم به كاش جو ولا لا كريم لي غلاص ان شاء الله نخدمو مع بعض، وكاين اللي غادي نخدم بهم كونفيتور اللي خاسرين بزاف نخدم بهم كونفيتور، سينو اللي شابين خليتهم جهه. هنا درت السلطه ديال خوي سام ما فيها والو، كان عندي الخوخ وكان عندي المشمش، الخوخ راكو عارفين راه بون بري هاد ليامات الوغ اون بروفيت، والمشمش اللي جابه لي تاني باش درنا درت كونفيتور الوغ تاني كلات حبات الشابين تاني كلاتهم جهه. وهنايا غادي نديرهم سلاد دو فخوي سامب ما فيها حتى حاجه، هي نورمالمون سلاد دو فخوي تكون فيها يا ليم يا تشينا طامسه ولكن ماهاش كاينه. المهم هاكا وتجي معسله وتجي شابه. كمية السكر ديريها بحساب الحلاوة نتاع لافخيز ولا الحلاوة نتاع الفاكهة اللي ديريها. أنا هنا درت تلت مغارف لأني نبغيها نبغو السلطة دو فخوي تكون حلوة، وتخلطيها كيما تبغي، تبغي ديرها الياو تبغي تخليها كيما راها، كاين اللي يديرو المزهر تبغي ديري تلت مغارف ولا زوج مغارف تاع مزهر، وتقدميها للسهرة تسوقيها بشونتيي، كل واحدة وديرها كيما بغات هي. انا هنايا درتها كيما هكا سامبل، ما درت فيها حب غادي ندير فيها حتى حاجه، كل واحد نعطيه لا باغ نتاعه. انا ما شاء الله درت بالكم كميه قليله ولكن هاد الزلافه كبيره، شوفوا ديجا تطلع في الجو نتاعها احسن من هاد من هذا الديسير في السهره ما كانش. هنا نديرها تبرد في فريجيدير وراها واجده معايا للسهره. تسمعوا كنت تسمعوا في كيكوطا راني دايره طاجين الزيتون ديجا راه يطيب، انا دايره في كيكوطا هنايا صح هاد الخضر الاخرين اللي خويتهم، انا دايره طاجين الدجاج يطيب مع هاد الاخر، ودرت او ميم طون الزيتون لاني ما كميه قليله حبيبات كانوا عندي كنت ديجا فايدتهم درتهم في الكونجيلاتور الوغ درتهم. غادي ندير معاها بطاطا نورمالمون مرق، قيس حبيبات بطاطا لداخل اللي شوفوا اليوم نحوس غير حاجه سهله ما تديليش الوقت، وكون حشايه ان شاء الله واجد ونبارطاجيه معاكم. حشينا الشيرات هذا هو راه وجد سام شي حاجه كبيره مرقه، قلت لكم قلت لهم فطور ديال الفخيز العشاء ما كانش لي فخيز، يبغوا خاطر انا ولادي يبغوا الزيتون مع لي فخيز، انا قلت لهم ما كانش حشا في الفخيز، راه درنا مريقه تاع الزيتون تجي عقده شكرا لا فابور شوية تاع الدجاج الحمد لله على النعمة ربي يدومها نعمة عليا وليكم كل نهار وبركته. نتمنى ان شاء الله كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم، عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، عجبكم البارطاج نقولكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفات فيديوهات الجايين، تهلاو في رواحكم في صحتكم، احبكم في الذي احببتوني فيه، والسلام عليكم.